سمعنا دكتور جمال فاروق يذكر عن الشيخ صالح الجعفري عليه رحمة الله معنى من معاني قوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيقول سيدنا الشيخ صالح الجعفري من صرف عنهم فهو من الرجس. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت من صرف عنهم من جملة الرجس من أقبل عليهم وأحبهم. فشهادة من القرآن أنه ليس برجس. لو كان رجسا لما تريد عنهم لما أقبل عليهم ولا تريد عنهم. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالطهر يمتد لكل من أحبهم. في هذه الساحة طهرنا يا ربنا عن أقدارنا عن أدناسنا عن معايبنا عن زللنا عن أخطائنا عن ظلماتنا عن أوهامنا عن خيالاتنا عن فسادنا عن كل نقصنا يا حي يا قيوم. وقونا بقوة من عندك.